يوم الجلسة إن شاء الله ده تجديد للثقة في رئاسة سيادتك للنقابة. كلنا واقفين في ظهر سيادتك بإذن الله سوف نعبر هذه الأزمة، وبإذن الله نقابة المحامين سوف تكون أفضل مما كان. والإصلاح اللي حصل في القرارات الأولى بالنسبة للمعاشات والخمسة في المية وما إلى ذلك ده هو الحقيقي، ده اللي بيديني بيقول لي خلي بالك لسه الدنيا بخير في أمل. ده اللي احنا بنقوله، احنا مع نقابتنا قد نقيبنا، لأن حضرتك اللي بتعمله ده دفاع عننا، وحضرتك أنت اللي تصدرت زمان كنت في المقدمة وأنت اللي خدت الرصاصة، احنا مش هنسيبك كلنا، احنا واقفين وداعمين ليك محاميين ومحاميات يا معالي الرئيس. بدعمكم وبقيادتكم واحنا في ظهركم يا معالي الرئيس. أنت رمز كبير لينا، وأي حاجة مس الرمز هو مش سامع عاشور، ده هو نقيب المحامين. إرادة موجودة حاليا في النقابة، الإرادة دي بيمثلها مجلس النقابة والأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين النقيب العام. أنا عايز يعني أقول إن هذه النقطة التي حضرت اليوم ديت يعني ممثلة لجموع محامي الإسكندرية اللي هم كلهم يعتبروا جلسة الثلاثة القادم 15 واحد دي دفاعا عن كرامتهم ودفاعا عن كيانهم، وإن هي قضية كل المحامين، فلابد أن يحضر كل المحامين لكي يدافعوا عن أنفسهم. فهذه قضية كرامة وقضية عزة وقضية كيان، فلابد أن احنا كلنا نحافظ على كياننا. وعايز أقول أن المسألة مش مسألة أن احنا نيجي وقاهرة ونقول أن احنا بنشكو بأمر أو احنا بنأيد أمر، لا، احنا عايزين نقوله احنا جزء من جموع محامين مصر كلها عامة، اللي كلهم كيانهم فوق كل اعتبار وعزتهم فوق كل اعتبار، وان قضية التلات 15 واحد دي قضية العزة والكرامة. ولذلك اصر الاساتذة الافاضل النهاردة ان هم ييجوا يقابلوا معالي النقيب قبل يوم الجلسة، وعشان يبينوا وعشان يعرفوا يتكلموا مع معالي النقيب ويبينوا ان دي مسألة تمس كيانهم كلهم، وان دي اسمها قضية العزة والكرامة اللي احنا بنكملها مع معالي النقيب اللي هو اصلا بيحميها، وذاق وتحمل الكثير من اجل عزة المحاماة ومن اجل كيان المحاماة، واخذ على عاتقه ان ينقي جداول المحامين اللي المحامين بقالها سنوات وسنوات اتنادي بتنقية جداول المحامين. وان نقابة المحامين مش هي اللي هي المكان الذي يدخله من يريد الدخول دون ان يكون محاميا، او يدخله من هو لا يحمل شهادة تؤهله ان هو يدخل نقابة عريقة مثل هذه النقابة وأن يكون محاميا بمعنى كلمة المحاماة وما تحويه المحاماة، إن الجامعة المفتوحة أساسا الدولة نفسها قفلتها. وإني أنا بقول لمجلس الدولة ذاته، مجلس الدولة اللي هو أصدر هذا الحكم، بقول له أنت ما بتقبلش أساسا طلبة الجامعة المفتوحة عندك، إزاي تقبل على نفسك إن أنت تحكم على نقابة المحامين إن هي تقبل هؤلاء؟ بقول ان دولت يعني مش يعني ان انا جاي ضد احد او ان انا يعني بنهر احد، لا، بقول لهم انتوا الدولة هي حقكم عند الدولة مش حقكم عند نقابة المحامين، حقكم عند الدولة اللي رفضت تعيينكم في النيابة العامة، اللي رفضت تعيينكم في مجلس الدولة، اللي رفضت تعيينكم في هيئة أعضاء الحكومة، ان مش نقابة المحامين بقى هي البوابة التي بلا بوابة، يعني يدخلها من يريد أن يدخل ويخرجها من يريد يخرج منها من يريد أن يخرج. لا، نقابة المحامين هي نقابة الزعماء، وهي النقابة التي خرجت والتي طلع منها الزعماء
واحنا مهمتنا وعلى عاتقنا وعلى كياننا ان احنا نحافظ على كيان المحاماه وعلى عزه المحاماه. جاي مع مجموعه من الزملاء المحامين النهارده لتأييد لمعالي النقيب، وان احنا بنقول كلنا بنعقد جمعيه عموميه كامله يوم 15/1 تأييدا للنقيب وتأييدا لقراراته، وان هي كلها بتنبع عن ارادتنا كلنا وعن التنقيه، وان احنا فئه لا ما نقلش عن القضاء في اي شيء، هو قضاء جالس واحنا القضاء الواقف واحنا بنكمل بعض، وقرارات التنقية كلها نابعة عن إرادة المحامين بالكامل، وإن كان يمثلها سيادة النقيب ومجلس النقابة، إلا إن هي نابعة لأن إحنا كلنا محتاجين، ما يكونش اللي جايب 50% في كلية الحقوق ما يلاقيش غير كلية الحقوق يخشها وبعد كده يطلع محامي، اللي طالع مرفوض من مهنة معينة يجي يقيد عندنا في النقابة، اللي طالع في جامعة مفتوحة مجرد شهادة تثقيفية يلاقي نفسه فجأة كده بقى محامي. كلنا بنأيد القرارات اللي بتخلينا كلنا الفئة اللي كان بيطلع منها الوزراء، بيطلع منها الناس اللي بتحكم البلد وتكون لها قرارات أساسية فيه، عايزين نرجع لوضعنا الطبيعي. التنقية هي تعتبر إرادة كاملة لكل المحامين. والنهارده حضرنا صحبة نقيب محامين شرق الإسكندرية الأستاذ محمود الأمير من أجل إعلان تضامننا الكامل ومساندة السيد النقيب العام يوم 15/1 في موضوع التعليم المفتوح الذي ليس له أي أساس في الواقع الحقيقي، ونعلن تضامن الإدارات القانونية بالإسكندرية جميعها مع السيد النقيب العام. الحضور يوم 15/1 ان شاء الله معه بالجلسة ان شاء الله، وكل هذا بدعم النقيب محمود الامين نقيب محامين شرق الاسكندرية الذي كان حريصا على تواجدنا اليوم جميعا ممثلين عن نقابة شرق الاسكندرية، والتأكيد على تضامننا الكامل مع سيادة النقيب العام ان شاء الله في موضوع التعليم وفي مواضيع الضوابط والتنقية وكل ما يخص المحامين مهنيا والحفاظ على أموال المحامين بنقابة محامين مصر. النهارده كان في لقاء مع النقيب العام، لان احنا بنتضامن مع معالي النقيب، وقبل ما نتضامن مع معالي النقيب فاحنا بنتضامن مع نقابتنا، لان الموضوع فيما يخص جلسه يوم 15 هو موضوع خاص بالنقابه، بيصار بيه مقصود بيه نقابه المحامين قبل ما يكون مقصود بيه نقيب المحامين، فنقيب المحامين اولى بالدفاع عن نفسه، ولكن احنا كمحامين بندافع عن نقابتنا، بنقوله ان احنا لا للتعليم المفتوح واحنا مع تنقيه جداول المحامين. لا للتعليم المفتوح ليه؟ ليس هناك دليلا اكتر من ان وزير التعليم العالي قام بالغاء الجامعه المفتوحه، واصبح دلوقتي ما فيش حاجه اسمها جامعه مفتوحه، مجرد ان في سنه اولى بيكمل ثانيه وثالثه ورابعه، لكن ما فيش قبول جديد. اما فيما يتعلق بالليسانس ذاته فقد وصف من وزير التربيه التعليم العالي ووصف من الخبير في الدعوه بانهما الا انه مؤهل تثقيفيا ولا يرتقي لان يكون مؤهل مهنيا. واذا كانت نقابات زي نقابة التجاريين ما بتأيدش التعليم المفتوح، ما بتأيدش حملة مؤهلات التعليم المفتوح، كذلك القضاء النيابة، فإحنا مش أقل منهم، لا يمكن أن نقابة المحامين تكون أقل منهم. إحنا جايين طبعا كدعم للمعالي النقيب، واحنا يعني رغم يعني لو حتى لو في اختلاف لو في اي حاجه، بس هو الموضوع ده لينا كدعم قوي للنقابه عشان الموضوع يخص النقابه، واحنا كل تمنياتنا ان تنتهي كل مشاكلنا وان احنا في ظهر النقيب في الموضوع ده بالذات عشان الموضوع ده يخص المحامين بشكل عام وليس النقيب بشكل خاص، وان شاء الله احنا عارفين الموضوع هيخلص وكل تمنياتنا برفعه النقابه ورفعه المحامين.